مساء الخير، مساء المحبة، مساء السعادة والأمل على كل من يشاهدنا. حلقتنا لهذا اليوم حلقة مختلفة، حلقة جميلة جدا أكيد وراح نخليها نار ويا صافي نار. <applause> <applause> نور سهل نور. أول مرة على قناة عراقية؟ آه طبعًا. يلا، إن شاء الله ما تكون آخر مرة. طبعًا، مش إن شاء الله تنورينا بالعراق الدجاي العراق صافي نار. إن شاء الله. آه يعني إن شاء الله. <applause> يعني ان شاء الله ان شاء الله في المستقبل القريب في نار معروفه هي راقصه استعراضيه في مصر ام الدنيا اشتهرت وشهره كبيره جدا ومثلتي افلام و يعني انت شخصيه مثيره للجدل انت مثيره يعني انت شلون تشوفين نفسك انت شنو <تصفيق> <تصفيق> غريبه جدا أنا أه. بالنسبة لي يعني في ممكن الناس شهرة أه. بتغير البني آدم بس أنا شهرتي غيرت لي كان بني آدم على أحسن ها أحسن آه قبل شهرة كنت ممكن شوية شديدة آه يعني ما كلمش مع الناس ما سلمش على الناس زين. آه شهرة خلتني أحس إنه لازم احب كل الناس جميل يحبني ما يحبنيش مش مهم لازم احبهم زين هو ده اللي وصلت لي شهره زين لو نرجع للبدايات انا وانت مثل انت نار انت ليش صرتي راقصه؟ ليش ما صرتي ممثله؟ يعني ليش ما صرتي حاجه ثانيه؟ انت ليش راقصه؟ آه لا هنتكلم في موضوع انه عشان من صغري اوكي آه دخلت في رقص طبعا ونفس الوقت وانا عندي 14 سنه دخلت في الكلية تمثيل. يعني مم. انا دارسه الاثنين واشتغلت الاثنين من جنيه. صغري اشتغلت الاثنين يعني انا مثلت مسرحيه أوكي. عندي وعندي فيلمين بطله الفيلم وانا عندي 16 سنه فيلم او غاني. إيه في مصر ولا بره؟ لا بره. بره. أوه. لا شلون انت حسيتي نفسك انه انت راقصه اول مره شلون يعني شنو جبالك رقصتي؟ كان عندي سنتين ونص دخلت في فيلم هندي اها في سينما كانت اسمها دانس 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 يعني يعني ايه معناها؟ يعني رقص 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 اوكي وفكت لغير من ساعتها طبعا وانا عندي سنتين ونص ما وصلتش ثلاثة من وأنا خارجة من السينما أنا قلت أنا أنا عايزة أبقى فنانة رقص وغنى وتمثيل رقص وغنى وتمثيل جميل في أي سنة جيتي للقاهرة؟ امم كانت آه 2011 طيب أول ما جيتي وين رحتي؟ شنو صار وياك؟ ااا آه الحمد لله طيب. أولريدي أنا قبل كده عشت في شرم الشيخ زين تمام كنت متجوزه في شرم الشيخ متجوزة طبعا متجوزه مصري لا كنت متجوزه اردني زين آه كنت عايشه في شرم الشيخ عايشتي م. فيها اربع سنين اوكي اوكي, أوكي. وطبعا كان ليا اصدقاء كتير وواحد فيهم كان آه عنده نايت كلاب في القاهره طبعا لما نزلت قررت انه هنزل في القاهره كلمت حب اللي مين؟ هو اللي ساعدني الله يرحمه الله يرحمه مات هو هو اللي ساعدك زوجك ساعدك حتى تكون ناقصة لا 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 مين؟ آه هو كان ساحب آه صاحب صاحب زوجي صاحب المطعم امم صاحب زوجك وصرتي راقصه واخذتي فرصتك راضي على شهرتك حاليا اوكي انت في المكان الصحيح؟ آه حاليا يعني يعني آه الان انت راضي على اسمك الفني؟ اكيد 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 حابين نعرف انت شن... انت شنو انت شنو طقوسك قبل لا تصعدين للمسرح ترقصين شو تسوين؟ شنو طقوسك؟ تعملين ايه؟ اي حاجه بعمل في حياتي في رقص تمثيل مم. رايحه اي طريق سافره اي حته اوكي أه... اول شيء طبعا بقول لها يا رب وطبعا لما راكبه طياره لازم اسلي قبل ما طياره يعني انتي... تطلع لازم اسلي يعني انت انت طقوسك قبل لا تصعدين للمسرح في الكابينة ترقصين تقولين يا رب؟ اه اكيد علشان ايه يوفقك وتهزين كويس مثلا ليه تقولين يا رب؟ عشان احنا كلنا بني يعني ما ينفعش وانت على المسرح قلبك تقف ها حتى تموت فانت قبلها قايله قايله يا رب حتى لا تموتين على المسرح حتى قلبك اذا يوقف انت قبلها قايله يا رب في ناس في فنانين كتيرة بتموتوا على المسرح بتحصل زين انت من تقولين يا رب انت تتوقعين هو نفس الله سبحانه وتعالى يعني رب العالمين بي 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 يعني بطلب الباور امي تقولين يا رب حتى تطلبين باور من عنده؟ اه زين ما هو نفسه رب العالمين ما راضي على الرقص اصلا فكيف تطلبين منه شيء وما راضي هو عليه؟ هو اللي علق طبعا هو يقول لا. اكيد يقول يعني لا. السماويه موجوده في امور كثيره في امور يعني اكو المراه يعني لازم تحافظ يعني نفسها في الحته دي انا مش معاك يعني تاخذين باور من رب العالمين حتى ترقصين؟ اه هو اللي بيديني باور، عمل مين بيديني باور؟ يعني تتوقعين هو راضي على انت تسوينه؟ ليه؟ نرقص يعني بصوره عامه حتى احنا في مجتمعاتنا العربيه مرفوض، ايه ليه؟ ليه؟ يعني احنا هوايه ناس عندنا بالعراق طيب سويد. وفي مصر ما شفت انت بالافلام يقول لك حيتجوز رقاصه، احنا كمجتمع عربي نرفض الرقص. ونفس الوقت ما تقدرش تعمل فرحك من غير رقاصه. الاف الافراح ملايين غير رقص. من... من غير رقاصه. من يبقى هم اللي بيرقصوا. يبقى هم اللي بيرقص صح <applause> ولا غلط؟ امم يبقى ايه الفرق؟ مم. هلبس لك فستان وهرقص لك يعني عينية. يعني انت يعني انت مقتنعه في بالرقص اوكي؟ في في عبده قالت في لقاء معايا في حوار قالت انا لما اقابل رب العالمين بقول له انا بحب الرقص، انت شنو نظام شقد تحبين الرقص انت كذلك مثلا؟ طبعا يعني من غير ما اقول ربنا اعرف انه انا بحب الرقص. هيدا حي مشكله حياتي. ما تدين تتركين الرقص؟ تعتزلين في يوم؟ لا مين أحب زين حتروح لي سؤال اخر لا اطول الموضوع تامر حسني تعرفي قال في احدى الحوارات انه انا اتمنى قبل لا اموت اعتزل الغناء ومن ثم اموت انت سؤال انه قبل لا تموتين تحبين تموتين وانت راقص ام تعتزلين لفتره ومن ثم تموتين أه لا انا هقول لك الحته دي يعني لكل البني ادم يعني احسن شيء تحصل للبني ادم انه يبقى عنده فرصة قبل ما يموت حتى م. لو 10 دعاية يسلي قبل ما يموت اوكي وموضوع الرقص تحبين يكون معك حتى للاخير لنهاية مشوارك بالدنيا، تحبين تكوني فقط راقصة ولا فتاة تعتزلين تكوني فقط ممثلة؟ آه قد ما يبقى عندي باور م. هرقص آه مثلا لو يبقى عندي مثلا افلام كثيرة ومسلسلات كثيرة وما بلحقش على شغل اللايف أوكي. ممكن مثلاً هسيبها شوية بس هرجع يعني ان شاء الله مش هسيبها أوكي. خالص يعني سين. أه؟ احنا قبل كم شهر طلعنا من رمضان من رمضان مه. الراقصة ايش تشتغل برمضان؟ أنت كنتي شو تسوين برمضان؟ في رمضان؟ اه في رمضان؟ أجازة الأجازة الوحيدة اللي بستمتع بيه في رمضان تاخذين إجازة؟ طبعاً شنو طقوسك برمضان انت شو تسوين؟ ما في رقص و عايشه في دوله اكيد اسلاميه هي طيب وفي اكيد المسيحيين اه احنا احنا ما بنرقصش بس كل الناس بترقص <applause> اوكي بس يعني اكيد سؤالي. انت ما جيتش لما بيعملوا حفلات في مصر صح؟ سؤالي انت برمضان اه شنو طقوسك شو تسوين؟ في هذا الشهر تحديدا آه يعني مثلا ساعات تحصل مثلا آه في رمضان وانا لسه عندي تصوير وما م. خلصتش التصوير م. وكل الزمائل صايمين سايمين، هتصومي معاهم هتعملي ايه انت مسيحيه مو هتصومي معاهم عشان هت... هم صايمين انت مسيحيه اما هم صايمين انت تقعدي تضربي في على السؤال <applause> جاوبي انت مسيحيه اه جربتي الصومين برمضان اكيد كتير أنت مسيحيه تصومين برمضان جميل كثير حصل لازم اصوم مع زمايلي سيدنا شاهدني يقول مثل ايه في نار راقصه راقصه معروفه و... وتصوموا برمضان ومع زمايلي فاهمينه شلون تصوموا وكذا برمضان. مره برضه لي كانت ايام ايام كورونا كنا قاعدين مع الفاميلي حبايب مصريين ايه؟ تمام هم كانوا سايمين وكنا صنت بنفطر مع بعض كنا بنصوم مع بعض ونفطر مع بعض زين شلون شفتي تجربه الصيام؟ آه، طبيعي يعني ما في شيء غريب بالنسبه لي اوكي جو العطش ممتاز طبيعي على ما اعتقد اجتني معلومات انه انت تزوجتي مسلم امم اه تزوجتي على اي ديانه المسيحيه ام الاسلام شنو كان آه. بالعقد ولا ماكو عقد؟ آه، ورا زي الكل اللي يعني ورقه عرفي ولا عقد محكمة؟ لا ورا محكمة محكمة؟ ايش على اي مذهب على اي ديانه شنو بالمحكمه سويت؟ آه ما جوزناش بالديانه لا ولا شنو؟ باي ديانه مم ولا دخلنا في كنيسه ولا دخلنا في الـ يعني ما دخلناش في دخلتوا محكمه؟ <applause> ها محكمه ورا محكمة, محكمه فقط هو, محكمة فقط هو على دينه وانت على دينك اه زين ما ما في حد من الناس اللي حبيتيهم انت ولا ازواجك السابقين فكر انه يعيش الاسلام تكوني مسلمه؟ لا ما حدش يعني ما حد ما جا... <applause> بعد ما جابش طاري السيره هذه ابد خالص لا ما حدش تكلم معايا في موضوع يعني لا كنت تتكلمي بح... في ايه؟ ما بحبش حد يلمس ديانتي اكيد ما في لمس بس هو مجرد سؤال يدعوك هي دعوه مجرد لا لا ما بحبش حد يعرب عنه حتى ممكن آه. هسيب عالم كلها بس مش ديانتي اه جميل اكيد احنا نحتاج اكيد بالديانه المسيحيه جدا اكيد 100% بس هي اقول هي مجرد سؤال كدعوه ممكن يدعيك طيب قولي لي شعر بالارمني. يا ممكن اسمع منك شعر؟ عاوزة <applause> <applause> اسمع شعر. اسمع شعر بالارمني. حضرتك أنا خارجة من البلد وأنا عندي ثمان سنين. أنت إيه رأيك؟ يعني أنا فاكرة أي حاجة؟ أوكي قولي لي شعر أغنية أرمنية بس شعر، أيدا أسمع شعر من غير موسيقى، من غير غناء، من غير الدندنين تلحنين كلام. أيدا أسمع منه شعر أرمني. حاليا مش فاكره حاجه بصراحه ليه ما قلتش كنت هجهز نفسي <تصفيق> <تصفيق> ما عندك كلمات اغنيه؟ ما معقوله قولي كم كلمه بالارمني امم مثلا ايه؟ الاغاني ما سامعه اي اغنيه ارمنية ما معقول؟ يعني في اغنيه معروفه جدا اوكي شو جدا يعني ايه هايكو هو, هو اللي بيغني يعني اكيد حضرتك شو تقول كلماتها يلا قولي لي كيس خنترومة ميجنا ميجنا جنا جنا تعرف الأغنية دي؟ طبعا معروفة كثير اللي احنا هيدا الأغنية اللي شنو معناها هذا الكلام؟ يعني زي ما بيقول يعني ما تروحش مني بعيد ما تروحش مني بعيد تقولين لمين ما تروحش مني بعيد تهديها لمين يا صافي؟ ما فيش اقول لمين يعني انت ما مرتبطه حاليا؟ لا مش مرتبطه شنو الحاله الاجتماعيه؟ فري فري؟ فريدم ايش عجب فري خلوك فري كيف سابوك مين فري؟ ظالمين النفس دول ال... شلون سابوك فري انت حبيبي ليش؟ مين المفروض يسيبني فري يعني؟ معجبين يتقربون يدون يتزوجوك يحبوك ليش فري؟ كثير 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 عندك معجبين مو؟ كثير طبعا طبعا الحمد لله الاشخاص اللي دخلوا بحياتك كرقم يطلعون الف؟ لا طبعا ايه انت ضربت جامد جدا يعني يطلعوا كام 500 يعني هنقول 3 4 بس 3 4 بس عرفتي بحياتك حبيت 3 4 بس ولا ما حبيتهمش اه اوكي اتزوجتيهم وما حبيتيهم بامانه اللي اتزوجتيهم وما حبيتيهم انا الحب بتيجي بعد الجواز انا بنياد ما ها يعني انت اللي اتزوجتيهم ما حبيتيهم انا بحب بعض الجواز لكن ما حبش قبل لي الجواز ليش عشان انا بنياد ما الحب ما بتجيش بسهوله يعني شلون يعني, يعني شلون شو لازم عشان احبه زين شنو العرض اللي قدم لك يا زوجك حتى رضيتي تتزوجي شلون شنو العرض شنطات قال أه لا حب كبير ليا اوكي لما بشوف انه بيحبني جامد ويغار عليك اكيد اه طبعا تحبين اللي غار عليك انت أه بس ما بحبش يغار. الغيرة الجنون ده اكيد بس انت زوجك كان يغار عليك جدا جنون زين اذا انت ترقصين بالملهى ومطلعه جسمك ويغار على شنو وتحشين ويا الناس يغار على شنو فاسمين أنتي يعني انت شلون واحد يغار عليك كراقصة يعني اكيد يعني هو بيغير كامل جدا يعني اي تعرف على شنو يغار احنا مثل احنا العراقيين والمصريين مثل انغار على الست اللي تلبس ضيق بالعراق يعني ضيق ولا مم. تلبس قصير انغار لا تلبسين قصير لا تتكلمين مع اي حد هنا الغيره بس ده انت شوف شباب ساعه على الانستغرام صور طالعة او ترقصين زين هذا شلون يغار عليك هذا يتشذب ما يغار يعني شنو واحد يغار على راقصة شنو نوع الغيره ترجميها انا اسف بس اعرف آه أنا. طبعا غيره جامده يعني شيء طبيعي ما مو انت, انت ترقصين للعالم لبسك قصير انت انت طلع طلع المسرح الناس كلها يعني بيتحبك يعني وبيتفرج عليك بس و... بس من يحضر النمره يبص يشوف الدنيا كلها مولعه كلها عين عليك واللي يتحرش يريد واللي يذب له كلمه لا مين يتحرش؟ لا يذب له كلام يريد يقول لك انت جميله كلهم عيونهم عليك طب ما كله يكلم براحته في الاخر رايحه عند مين بعد الحفله؟ عنده طبعا يعني شو ما تفهمني يعني ما حد يقدر يلمسك شنو يعني شنو يغير عليك؟ ما حدش يقدر يلمسك كله بيحبك ويزك في الاخر تروح عند مين؟ عند جوزك. ها يعني انت تلبسين قصير عادي تقصير للناس عادي هو ما يغار بس يغار من موضوع اللمس. أو طبعا. بس. امال. وشوف بهذا اللبس يعني زي ما ببص دلوقتي مثلا ببص شنو غيرها؟ ايه. تمام؟ اوكي. ببص لك بطريقه غريبه يعني. نفس الشيء لما حاجي هلمسك وهلع اكيد لا بس زين سؤال. يعني أه معلش انا بتفرج مم. بالعينيه مثلا افلام وبقول أوكي. الممثل ده جامد جدا ياه انت تحترمين غير بس ما المستوش انا معك بس تحتر... <applause> بس احنا كعرب احنا كناس نغار لما حبيبتنا تتكلم مع غيرنا نغار لما حد غريب يشوفها نغار على لبسها انت تحترمين غيرته ولا تحسين انه ما يغار هذا تمثيل لو انت مرتبط لو انت مرتبط او مم. متجوز انت قررت انك تجوز راكسة او ممثلة اوكي يبقى تحط في دماغك انه تحط كل التفكير ده في تلك ها يعني انت راضي بيه ما حدش دربك على ايدك حلو انت راضي بيه قول لي يا سوفينار انت تجوزي ممثل هقول لك لا انا بغير ما حدش يتفرج على حاجتي بس هم يتفرجون هيدا هيدا بس هم أنا. يتفرجون على هيدا حالي. انا هم يتفرجوا عليك عادي ما تف ما يعني أه. ما اتجوزش ال على بني ادم شغله يخليني اغير عموت من غيره عشان انا ممكن الغيره عندي أوكي. اوفر اوكي اوكي, أوكي. بس ممكن انت غيرتك تمام جميل أوكي. أي الج... مشكلة. تلك اوكي هذا الغيرة التلق هذا بعد ما اعرف ودي زواجك ما شاء الله آه... ما دام فليش يعني انت دلوقتي مه. مراتك مش بتغير وانت قاعد معايا؟ اه انا ما متزوج. فلما اتزوج راح اسالها <applause> عن جد من اتزوج ان شاء الله أسأل انت تغيرين صفي ولا ما تغيرين صفي ناس؟ احكي لي انت عندك اولاد؟ لا ليش؟ اممم ما شفت خاف لا عندك وضمته لا مخبيه مم... يعني ما شفتش راجل هقول مثلا الراجل ده يبقى ابو ابني او ابو بنتي ما شفتي لحد هسه؟ لا امال دول من زوجتهم كنتشان ودوله ونسه نزوه نزوه شلون؟ يعني شنو نزوه يعني ما حبيت اخلف منهم تحبين تخلفين من مين يعني من شاروخان هخلف من مين لما كم احب مواصفات، اخلف كمواصفات مواصفات من مين يعني مثل احب اخلف من شخص يكون مشهور يحبني يخاف علي يعطيني تامينات حتى احس هذا راح يكمل وياي على طول هيك احكي لي يعني لما هشوف قدامي راجل بجد يعني راجل ده كلمه كبيره وفي كذا حاجه اوكي اوكي انا معك لازم يبقى بس موجود فيه العمر قاعد يجري خاف لا تكبرين بعد ما كوا اطفال المشكله مو العمر يركض طب ايه المشكله عايش حياتي لنفسي ها مو من الأطفال ما بحبش نفسي مثلا مم. يمدي حياتك انت للفن للرقص عايشه له في حب جمهور قليل لم ياتي مليون دولار من الرقص لازم مم. يعني اه كماديا صار لك انت سنين تدقين ترقصين ما مليتيش ما ما في مليون دولار ما ركزتش في فلوس لا وين كنتي تركزين يعني ما ركزتش في فلوس لا وين كان تركيزك؟ يعني تركيزي في بحب مهنتي يعني انت ماديا حالتك الماديه ممتازه مستقره يعني ماديا الحمد لله يعني آه، عندي بيت عندي عربية عندي أكل ولبسي متشكرين بس. أنا ظني تقولي لي توصل لمليون دولار حاجة. ليه يعني ما حد أنا ما, ب... ما بحطش قدامي يعني. ال... ما بحطش قدامي تارجت فلوس هيدا مش بيزنس أنت تلمين فلوس ولا مبذرة؟ آه... لا تصرفين. بحب أعيش كيف كيفي <تصرف> اه تحبي تعيشين على الكيف آه. زين أعطينا معلومة ال 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 الست الحامل ممكن ترقص عادي؟ أنا شفت كتير بيرقصوا غاية 8 شهور شفت مثلا راقصة رقصت غاية ما خرجت من مسرح على المستشفى <تصفيق> <تصفيق> يعني ممكن جدا مرات الستات اللي يحملون يخافون يشيلون كباية مية لانه احنا قاعدين نشوف بالفرج حتى يلعبون يمارسون الرياضه وكذا على حسب على حسب الحمل يعني ممكن زين احكي لنا عن عن الرقص يعني شلون تتمرنين كل يوم كم ساعه انت؟ اه ساعات بتمرن ايه؟ وساعات قاعده تعبانه على الكنبه وبتفرج على مسلسلات مش لازم اتمرن كل يوم يعني زين بني الت... ادمين برد وجسم <applause> اه هو هو الرقص يتعب؟ جدا 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 يعني حدش كم ساعة يعني أكثر شيء كم ساعة تقصين يعني كانت في أيام كنت برقص مثلا آه سبع أفراح سبع أفراح يعني كل الفرح ساعة حاسب بقى سبع ساعات غير الطريق اللي أنت رايح وجاي يبقى حالتك عاملة إزاي؟ أكيد سين ممكن أنت تكونين نفسياً عندك مشكلة ومضايقة وعندك مشكلة كبيرة جدا، تصعدين ترقصين وهس اكيد بتحصل لي كثير شلون تتعاملين؟ يعني <applause> انت رايجه عندك مشكلة ممكن كبيرة انت تطلعين للجمهور شلون؟ قبل المسرح ايه؟ كنت بتعيطي اوكي وطلعت على المسرح جمهور ما يحسش انك لك مشاكل يخليكي يعني تفرحيهم انت لازم انت موجود عشان هم يبقى يفرحوا مم. موجود عشان هم يفرح. يفرحوا طيب طبعًا. سؤال ممكن تتبنين بالمستقبل طفل جدا امنية حياتي وهل هي حق للراقصة ان تتبنى طفل ام أطبعًا. لان هي راقصة تكون غير مؤهلة ليه ان شاء الله لان في فيلم الراقصة والسياسي لنبيل عبيد ناقشت هالقضية الفيلم قالوا يعني هي راقصه من عوان تتبنى طفل يقول انه راقص غير مؤهل ان علي. تربي طفل وريني غير يعني صحيح تيجي و... نشوف راقصات اللي ربوا عيالهم وربوا ممكن يعني معلش يعني انا اسفه ممكن احسن من الناس التانيين الراقصه طبعا يعني ترضين بنتك تكون راقصه يعني في في عبده ما عندهاش يعني بنتين قد الدنيا اكيد تحياتنا لها اكيد طبعا وكذلك دينك دينك ما عندهاش مثلا سمع. ولد بيدرس وحد كويس وحد محترم انت ترضين يعني اللي اه اللي م. مثلا فيها انه ركزها يعني ما بتعرفش مثلا تربي عيالها ليه؟ اوكي انت ترضين بنتك تكون راقصه؟ آه اول شيء انا هقول لك لا ليه؟ ليه؟ ليش؟ هقول لك ليه؟ عشان متعبه جدا متعبه جدا جدا شنو اللي بيتعب؟ في كل حاجه، متعبه في كل حاجه. مم. يعني اول شيء انت بتتعبي جدا. مم. تاني ثاني شي شيء يعني شو بيزنس حاجه صعب قوي. أها. يعني انت كل لحظه لازم تستني حد يضرب سكينه من ظهرك. تقدر؟ انت لازم شخصيه قوية فوق الخيال. اوكي. يعني مهما انت عايشه كل يوم انت لازم تستني في سكينه جايه كل وانتي يوم ما <applause> تمام عايشه برعب انت كل يوم يعني ممكن انت تنقدرين. انت ما بتعيشيش براحتك مم. يعني ما حدش هيسيبك تعيشي براحتك مم. لازم كل يوم انت عايشه وانت واليوم في ايه اوف يعني انت ما مرتاحه بحياتك لا طبعا ابد لا طبعًا. رغم اللي انت بيه وعلى طول افراح وال... يشوف صورك على الانستغرام وتسافرين آه يقول لك هاي شو حياة هذه يعني ومبسوطين و... أي؟ لا 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 وبنفرح الناس و... اه انا بالنسبه لي مثلا انا غير انا راقصه انا كوميديان اوكي يعني انا افلامي اكتر يضحك كلها كوميدي آه يعني انا بضحك الناس آه زي ما بضحك الناس في الافلام انا بضحك الناس المسرح على فكره جميل يعني انا ما برقش فقط تضحكيهم؟ بضحك طبعا. ايه يمسك مايك وبحذر ونكته ودي حلو. ودي ودي يحتاج أن ناخذ فاصل، بعد الفاصل نضحك مع بعض ممكن؟ ممكن ممكن جدا، خليكم ويانا. رجعنا لكم من بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، صفي نار نورتينا. اهلا بك ان شاء الله تكونين مرتاحة. طبعا. الله يبارك بعمرك، انا عندي سؤال قبل يومين كنا سهرانين مع بعض انا وياك. وقصت فشفتي خلفيه الشاشه عندي الموبايل آه. ماجد المهندس انا ماجد المهندس برنس الغناء العربي قلت لك انت متصور مع حبيبي؟ <applause> ايه هي قالت انه انت متصور مع حبيبي صدفه شافت على الميس كان الجوال اه انت متصور مع حبيبي تحبين ماجد المهندس؟ طبعا جدا ينحب هو هو برنس ينحب يعني م... اول مره سمعت اغنيه كانت اغنيه ولا وحشني موت اوه ولا وحشني موت اسمعها بصوتك اوكي خاف بعدك اموت <applause> يعني عياميها اول ما شفته يعني ده اول اغنيه شفته من زمان لازم تتابع انت من سنين طبعا دي كانت بدايه الرقص الشرقي بالنسبه لي وانا عياميها أه. كنت شغاله في يمن وكان معايا مطرب اراكي اوكي احنا كان بنرقص على اغنيه ولا وحشني نموت ترقص على والله وحش نموت؟ طبعا اغنيه مهمه كتبها الشاعر الجميل الاستاذ فائق حسن يا يمن كلماته عشان الأغنية. اصلا اه ومن الحان البرنس اكيد ماجد المهندس طبعا. تحبين ماجد جدا امم تحبين تطلعين معه باغنيه طبعا طبعا حطيت <applause> طبعا مصدومه اكيد طبعا هذا يعني حلم لاي موديل تطلع اكيد مع برنس القناه العربي ماجد المهندس تحياتي له انت ايش تتمنين انت شنو إن امنيتك امنيتي اه امنيتي كبيره جدا يا الله <applause> امنيتي انه في يوم من الايام هخش في بوليوود وهمثل مع شاروخان هيدا امنيه حياتي امنيه زين أم... امنيه بعيده عن الفن امنيه ثانيه بعيد عن الفن ايش تتمني ايش تحلمين غير الفن انه غير الفن أه؟ اللي ما فيش دواء بالفن يعني بال آه. حياتي الفن. انا بس اوكي يعني بتمنى انه طول ما انا عايشه يبقى امي يبقى معايا الله يطول عمرها لك بس ما بتمنى شيء شيء ثاني شنو اكبر خطا صار بحياتك أكبر شيء صعب حصل لي في حياتي يعني اوكي في الشغل أو في حياتي كيف شي خطأ في صعب جدا آه صعب جدا حصل لي في حياتي أي. أكيد آه لو تعرف عني حاجات آه حاجة اللي حصل لي إنه كان عندي مشكلة كبيرة آه لما لبست آه ألوان قلم آه مصري فستان وطلعت على المسرح اها يعني كان فرحتي تمام اوكي واياميها كانت فرحتي عشان اخيرا احنا هنعيش في مصر في عمان ففرحتي انت فرحتي بالعلن المصري. فرحت بريس وفرحت انه الناس فرحانه حلو أه ولبست بالاحساس فرحه قلبي ها انتقادات. انتقدوش. آه. انتقادات انتقدوك وطبعا كان عندي عدو كثير في اياميها خدوا آه. الموضوع وانتشروا انه حياة اوكي زين سؤال ليش الفنان المطرب ممكن يسافر لاي بلد يغني وياخذ علم البلد ويرقص ويغني عادي الفنان المطرب بس ليش الراقصه لو سافر لاي بلد ترقص لا. بالعلم ولا تشيل العلم ممنوعه برضه ليش ممنوع؟ يعني, انتو الفنان انتو يعني للفنان للفنان واحد برده ممنوع لا مش ممنوع ممنوع شلون؟ انا اسمحي لي كيف ممنوع؟ من اكو اكو حفلات لناس معروفين يروحون الدول يرفعون علم تونس يرفعون علم المملكه العربيه السعوديه علم الاردن موجود قاعد في السوشيال أه ميديا حاليا 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 في مصر ممنوع لاي فنان على فكره آه انا ماشي مش راقصه ولا مطربه كان على عيني وعلى راسي ونحترم احنا قانون البلد اللي احنا فيها مم. على العين وعلى الراس بس كنظرة عامة للمجتمع في برا في بلاد ثانية ليش المطرب له حق يرقص بالعلم ويغني زي ليش المطرب لي حق كده راقصة فيها لا. حق برضه ليش الراقصة لا كنظرتنا مجتمع نفض نحس لا 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 موضوع يساء مش كده موضوع انه كان اياميها كانت شعر بالضبط نزلت كانون واحنا مش عارفين ده كان كانون جديد اوفوت من هذا القانون اللي أنا في البلد دي بس انا هميني. ممكن هتلاقي بلد تاني اوكي وهلبس علم اي علم بلد بس ما تحصلش مشاكل شلون ما تحصلش مشاكل؟ لا تحصل مشاكل؟ لا لا تحصل مشاكل لا طبعا لا كيف عندنا حالات كثيرة الراقصة لو ترقص أه في يعتبر إساءة احنا، ليش المجتمع يعتبر إساءة بس المطرب لو يرقص ما يعتبر إساءة ولا المطرب زي بعديها لما ترقص لا، ليش نظرتنا على الراقصة؟ لا زي بعديها شلون زي بعديها؟ مستحيل زي بعديها مستحيل في زي ما انت كانون للكل. للكل انت مطرب مم. ممثل ولا راقصه ولا مم. بني ادم عادي كانون للكل شنو نظرة الم... حتروح لسؤال اخر ولهم رح نرجع للرقص نظرة المجتمع عليك وانت راقصه شنو شلون تتعامل معها؟ أه لا اول شيء عشان انا اجنبيه اوكي اتفهمت مني غلط سيبي هذا الموضوع موضوع أوكي. ثاني كنظرة مجتمع للراقصه شنو؟ كنظرة المجتمع العربي للراقصه أه. شنو؟ في ناس بيحبها جدا أوكي. تمام في ناس يعني عادي بالنسبه لهم وفي ناس مثلا يقول لك يعني لا البدله مفتوحه وبتاع ومش عارفه ايه الجو يعني على حسب البني ادم عندك امور معينه بالبدله يعني لازم تكون مستوره شنو ديزاين آه عندك ديزاين معين في بالك تمشين عليه ولا اي بدله خلاص؟ لا طبعا مم. اهم حاجه عندنا البدله لازم يبقى ليها شورت شورت تحت البدله شورت لازم طيب من متأخر. غيرها ما ينفعش نلبسها مسا اخر مره بكيتي اخر مره لبست بتشيت <applause> لا, آه. لا استغفر الله <applause> <يلا> عيطت <عيات. تصفيق> اه اتكلم اتكلم مصري أوكي. شويه طيب متى اخر مره بكيتي بتشيتي بالعلاقه يعني آه. عيطت يعني عيطت اه شو عيطتي اخر مره ما شنو الشيء اللي يخليك تبكين؟ تعيطين؟ إيه؟ حاجة واحدة بس في حياتي مم. ممكن يخليها عبء إيه. آه لما بروح آه بزور آه أبويا في المكبر والدك؟ متى الله يرحمه الله يرحمه متى توفى الوالد؟ 2019 آه كان راضي عليك أنت في هذه المهنه؟ طبعا طبعا كان راضي انه ابويا شوف انا لما كان عندي ثمان سنين آه دخلت آه في رقص أوكي. مدرسه رقص آه ما حدش كان يعرف تمام في السر عشان ابويا كان شديد جدا آه ابويا من نقطة للناس في ارمينيا يعني جدي من جبل فاهم يعني عادات وتقاليد ما فيش بنات بترقص ما فيش بنات سلام. بتغني ما فيش بنات جديد. بتمثل وابويا كان كده برضو مم. ما عندناش بنات تخرج ما عندناش بنات تيجي القاعده آه البنات مولودين عشان بعد ما يخلصوا المدرسه يجوزوا خلاص متشكرين كده كيف تقبلوا موضوعك آه طبعا لما ابويا عرف إن انا برقص كان عندي 8 سنين ما حدش كان يعرف في موضوع عاملوني محكمة العائلة تعرف أوكي. عائلة كلها أوه. لمت في في بيتنا وعاملوني محكمة وأنا واقفة في النص يعني شبر النص قد كده يعني واقفة في محكمة <applause> طبعا هو قال لي كلمة أنا عمري مش هنسى قال لي لو رقصتي تاني هعمل لك بنزين وهولى فيكي ابوش قال احرقك لو ترقصين اوكي آه كيف طلعتيهم؟ طبعا بالنسبه له كانت حاجه غريبه عشان انا كنت طفله من اطفال اللي تعرف اللي باسمة كلام بابا مم. في كل حاجه لو قالت مثلا تعالي موتي حاليا تيجي تموتي وبالتالي صار؟ بس ما كلام في كل حاجه مم. الا رقص طيب وكيف اقنعتيهم انه راح ترقصين؟ آه بالاخيره الاخيره طيب القفله آه الاخيره اخيره اخيره, آخيرة, آخيرة, آخيرة خالص عدت الموضوع السنين تمام ها. وفي الاخر انا قلت له يعني شوف يا هكتب عليك هقول لك انه في مدرسه وهروح ارقص ايه. تمام يا تسيبوني انا هطلع في مدرسه الرقص وهرقص براحتي خلاص وسابوك براحتك يعني الـ خلاص ها. هو فاهم انه حتى لو عدى عليه سنين مفيش حاجة تتغير واقتنع صار أمر واقعي خلاص أنت قلت آه. قلتي لي أنه أهلك أنت قلتي أثناء حوارك وياي أنه أهلك كانوا مانعينك أنهم ترقصين صح؟ أن أنت من عائلة محافظة عائلة مقفولة جدا أه مقفولة جدا جدا جميل عندنا بنات بيجوزوا 17 سنة ها آه حتى يحافظون عليهم ااا انتم آه انت من عائلة متدينة؟ جدا متدينه جدا مم. جميل ايش تعرفين عن الديانات عن ال... كم ديانه احنا عندنا؟ مم. يعني في دي... الديانات في الديانات السماويه في كثير في يهوديه الاسلام في في هنود الهنود عندهم 124 ديانه اوكي يعني انا اعرف عن عنهم كد... كلهم كديانات سماويه اليوم مثل لو اقول لك منو نبي النصرانيه منو؟ يعني طبعا انا مسيحيه مسيحيه من نبيكم احنا مش هنقول نبي مم. ليش هو كده ان هو مسيح هو مش نبي ها آه. لا شنو يعني مش حابه اكلم في أوكي. الموضوع اوكي اوكي عشان مش, مش كثير الناس هيفهمني يعني اه اوكي اوكي ما ما اتعمق بالموضوع بس آه اوكي اليهودية منو نبيهم اليهود؟ ما عندك معلومات؟ ما بركش الإسلام منو نبيهم؟ آه محمد امم إذا أنت عندك ثقافة؟ آه طبعاً تطلعين تقرين، وين كنت مسيحية ممكن تقرين عن الإسلام شوية تعرفين؟ أعرف عن كل الديانات حاجات كثيرة طبعاً اها جميل. احنا كل البني آدمين اليوتيوب قدامنا وكل مم. حاجة مفتوحة دلوقتي كلنا عارفين كل حاجة مثقفة نفسك أنت مثقفة حتى بين نفسك؟ طبعا ايش دارس انت جنابك؟ ايش دارس؟ تمثيل تمثيل قلت لك من اول انت ما فهمتش مخصصه معهد مخصصه معهد مخصصه تمثيل مسرحيه كليه, كلية واليونيفرستي اها تمثيل جميل تحبين التمثيل انت هوايه بس ليش ابدعتي بالرقص اكثر ما ابدعتي بالتمثيل اكثر؟ آه ليه مين قال لك؟ يعني انا بس. أنا انه انت قبل ما, انت ما قبل, انت قبل ما اتشهر في مصر مم. انا مسلت وانا عندي 16 سنه كوطن العربي نعرف ايش راقصه اوكي ب... بدايتي هنا كانت برقص يعني واحده لما ما بتعرفش تكلم اوكي هتكلم بالايه امم <applause> اوكي رقص كلام مم. من غير كلام اه جميل كلام من غير كلام طبعا زين جمهورك من يا دوله اكثر دوله عندك بيه جمهور منين آه طبعا اكثر شيء مصر ام دنيا اكيد آه طبعا يعني اللي اداني مصر ما يدانيش حتى بلدي. 100% طبعا. تمام؟ مهم. عشان كده يعني بالنسبه لي مصر حبي لمصر ما فيش مقارنه. جميل مصر جمهورك هناك كبير اكيد انت جدا. جميل جدا. وطبعا كل الدول العربية انا بعمل حفلات في تونس وفي دبي وفي كل حته يعني أه في اوروبا الناس يحبونك شنو أكثر شيء الرجالة يحبوه بصف نار؟ شو يحبون بيش؟ طيب ليش ر... ليش يعني رجالة؟ ليه, ليه مش ستات؟ نرجع على الستات، ستات أنت بنت أكيد ما جابينش أكثر شيء من الرجالة لا يعني حاقول لك إنه حفلاتي أنا اوكي ستات أكثر من رجالة طيب أنت احكي لي عن الرجالة القليلين اللي بحياتي شو يحبون يعني بيش؟ يعني شنو أكثر شيء يحبوه بيك؟ كل واحد ودماغه يعني م. مثلا ممكن في منهم بيحب فيكي روح أوكي. تاني مثلا ممكن يحبك عشان انت كوميدي جدا على المسرح الثالث ممكن, ممكن, ممكن يحبك عشان ممكن جسمك حلو الرابع ممكن يحبك عشان انت بترقصي حلو كل واحد أوكي. ودماغه زين انت شو تحبين بالرجل اكثر شيء شنو هي نظرك؟ يالله آه طبعا كلنا بني ادمين واول شيء يبقى مش كدابين مع بعضينا أوكي. النظره بتيجي على ايه اول حاجه شكل بني آه. ادم اه يلا على الشكل شكل وجسم في الاول شيء اوكي لازم يبقى وممكن جدا يعني شكل وجسم مش عاجبك مثلا بس لو تكلمي معاه اوكي وهتلاقي شخصيه غير طبيعية آه. طبيعي حلو مثلا حاجبك. ك ك كشكل عام كنظرة أولى شو تبغى عند الرجل؟ شو يعجبك؟ شي شو يلفت نظرك؟ هتلف نظري مثلا لو شكله حلو كشكل؟ امم أه كجسد مثل لما ساعة، مثلا شكله مش حلو بقى أكيد شخصية حلوة مم. الشكل أول شيء يستهويك؟ كلبس معين تحبين يلبس شنو لبسه يكون؟ أه أكثر شيء بحب بدل البدل؟ مم. مم. تركزين كل بالتفاصيل؟ تركزين بالتفاصيل الرجولي؟ بحب لما بيلبسوا كثير كلاسيك ها واللي عنده شخصية قوية اللي جدا اللي غار عليك مثل ما قلتي انه يغارون عليك هواية غيرة بس مش غيرة الاوبا خالص يعني أوكي اللي ما تروحيش لازم ينطيش حريتك اللي يحبك لازم ينطيش حريتك، أنت شو تسوين من الصبح من من النوم من الليل شنو يومك؟ يومي لما عندي شغل ولا ما عنديش؟ لا ما عندك الشغل احسن ما عندي الشغل بقى أه مثلا بقعد بتفرج على افلام هندي أي. ومسلسلات هندي أه. انا عايشتي عايشه مع هنود اوكي على <applause> الانستغرام تتابع <التابعين> صفحة <applause> منو؟ شويه مش كثير انا مش طبعة سوشيال ميديا قوي شويه مش حابه تتابعيه دايما حريصه على متابعته صفحة منو؟ الفنانين من فنانين مثلا بشوف كلهم يعني كثير منهم حبايبي انت عارف كثير منهم اشتغلنا مع بعض طبعا وكثير منهم من غير شغل احنا حبايب اوكي وكثير منهم مثلا كنت مفروض هشتغل معاهم وما حصلش نسيب اوكي أكيد عندي اكيد هوايه ناس عندك اصدقاء هوايه؟ اه عندي اكيد شنو الصداقه اللي بينك وبينهم يعني شنو اصدقاء؟ ميثاقك انت بالتحديد يعني شنو الصداقه يعني على شنو مبنيه؟ يعني راجل ولا ست؟ لا راجل راجل اصدقاء أوه. اه راجل اصدقاء بحب لما راجل يبقى صديقي يبقى اكيد متجوز ليش؟ تمام؟ عشان لما عابله هقابله مع مراته أوكي. تمام؟ آه عشان يبقى ما باش فيه في دماغه مثلا يشوف صوفينار بنظرة تانية بالعكس خوفك من المتزوجين، المتزوجين يشوفون بنظرة تانية أكثر من الشباب اللي ما متزوجين لا لو مراته لا صاحبتي لا. يعني لا أنتِ تصاحبين إلا المتزوجين؟ آه والشباب اللي ما متزوجين؟ آه قليل جدا مم. مش حبه قوي قليل جدا أكثر أغنية تحبين ترقصين عليها؟ أم كلثوم شنو الأغاني اللي كلثوم؟ ما اقدرش اقول لو اغنيه معينه عشان فيش ستة سبع اغاني ومكلسوم بحبها موت. ومكلسوم وعبد الحليم. ترقصين اغانيهم تحبين؟ بعشاهم زين. انا ما عنديش فرح او حفله يعدي من غير ام كلثوم وعبد الحليم. والاغاني بعشاهم. والاغاني الخليجيه؟ طبعا العراقي بحب اكثر شيء. اه ترقصين عراقي. شيء طبعا. ماني مخلي لك نهايه البرنامج اغنيه عراقيه هي لساج دعويت فريدك شوف شون تأدين الرقص على الموسيقى العراقية تتمرين أنت على الموسيقى يعني كل الموسيقى حتى تأدين عليها ولا يطلع عندك شغلات ارتجالية يعني أي موسيقى نجيب ترتجين عليها آه ترقصين عليها أنت عارف إنه أنا كل الرقص اللي تصورت مم. في أفلام ومسلسلات مثلا عمري ما دربتش عليهم وكنت أول مرة هسمع وهطلع المسرح جيد الإعلام الكبير تامر أمين يقول الرقص مو فن انت شو تقولين رقص هو فن يعني احنا من ايام الفراعون الرقص كانت فن بايد دلوقتي مو فن هو هو يقول ليس نوع من انواع الفن انت شو تقولين لتامر امر من الإعلام الكبير شو تقولين له؟ يعني النقص مو فن سؤال في بلد مالوش رقص انا معك ولكن يقول انه لا مو أنا فن لا انا انا مثلا بقول لك في بلد ملوش رقص اكيد في يعني اكيد اكيد يعني كل, كل, البلاد انه ما فيهاش اوكي هو يقول مو فن في رقص بس مو فن ليش مو فن لا يعتبر فن يقول هو هو يقول انت شو شو شو, تقنعني انه هو فن الله انه بني ادم اوكي ما قدرش يعيش من غير مزيكا ورقص لو هتشيل من الحياه البني ادم مزيكا ورقص الحياه ويبقى ممل زين شنو فوائد الرقص؟ عددي لي فوائد الرقص الدكتور بيعالج جسمك الرقص بيعالج روح الدكتور يعالج الجسم الرقص يعالج الروح امم مزيكا ورقص بيعالج الروح اعطيني كم فائده بعد له؟ شنو؟ غير الروح ااا آه يعني الناس اللي عنده مشاكل كثير لما تيجي في حفلتي مم. ويروح بعديها كفاية أنه إنه ساعتين يبقى فرحان الضحكة وفرحة يعني علاج كبير لكل البني آدم الضحكة والفرحة والأيامنا بالذات الضحكة وفرحة قليل جدا في حياتنا مزيكا ورقص بيعلق الروح جميل انت تساعدين الناس يعني تزكين آه من فلوسك تعطين الفقراء تزكين تتبرعين بفلوسك لو بس فلوسك قلت. لو بلاي حد محتاج اكيد مم. بس محتاج بجد ما حدش جاي يناسب عليا اها أه. انت فلوسك تضمي يمك يم الاخت يم وين فلوسك دائما انت تخليها؟ في حضني في <applause> حضني على طول كذا؟ في حضني اه تحبين الفلوس شكلك مش انا اللي بعملهم بتعب لا والله لا. انت اللي بترقص في مكاني اكيد بتعب صراحة تتعبين <applause> انت تتعبين اغلى هديه جتك شنو بصراحه اغلى هديه تم, مع المز. تم مع المز ممكن. طخم الماس تم مع المز يعني من من مم. الماس ممكن تخم الماس تم الماس يعني خاتم من منو يجي تخم من ينطي تخم الماس هذا خطيبي خطيبي كان خطيبي ليش عرفتي ما دام طاش تخم الماس المسكين مم. عشان قال لي انه لازم اسيب رقص وغنى وتمثيل وكل شيء. وسيبي على موده، انا الماس ويحبك ويغار عليك مثل ما قلتي سيبي الرقص. هسيبه ليه؟ يغار عليك ما يحبكش هسيب كل ده هو يجوز بعديها بسنه يسيبني انا. اها طبعا يعني ما ممكن تسيبيني رقص، انت لأي عريس يجيش العريس الجديد خلينا نقول له انه الراجل دايما خاين اما المسرح ما بتخونش المسرح قاعد مستنيني آه وانت ما تخونين؟ مسرح انت ما تخونين الراجل؟ انت ما خنتيه؟ انتي... اخونه شو اجابتك بارده؟ يعني انت ابد ما خنتي زوجك؟ يعني هخونه ليه؟ ما خنتي ابد حبيبك؟ لا يعني بس الراجل خاين، انت مو خاين، انت وفيه لا انا ما بحبش خيانه بصراحه اها خانك حبيبك بامانه <تتصفيق> <applause> جوي خانك حبيبك ولا لا؟ اه زين عنده صفي ناس جميل انت وليش يخون؟ لو راقع عينه فارغه لو ميصة في نار لو ما قلتي لو ما قلتي لي انا يعني ايش ناقصني يعني ليش؟ بني لما مثلا في لحظه مثلا قدامه مزه جامده ايه وهو سكران شويه ممكن يحصل اي حاجه <كتبتكت تسجيل> <تسجيل> اه اوكي الاولى هو صاحي ما يخون هو صاحي ممكن, <كتبتكت> ممكن ما يخون هو ساهي اه زين انت شلون تقبلتي موضوع الخيانه؟ شلون تعاملتي ويا الخاين؟ سبته حزنتي؟ سبته ما تغفري له؟ سبته كبر على طول سبته؟ اه ما حسيتي بيك شيء نقص بعد خلاه يخونك معاه؟ امرأة ثانية يعني ناقص بيج شبت ورحت رقصت جبار يا سلام شوف الموضوع حبيبها خانها سبت وراحت رقصت رقصة جبار يعني ما هدتي ما شتمتي ما فضحتي لا لا ما حكيتي اسراره الله لا شنو هال هالزعل الحلو هذا؟ لا يعني حبيبي شخانك انت زعلتي كلش رحتي رقصتي على اغنية جبار لعبد الحليم حافظ؟ احنا غايد دلوقتي حبايب يا سلام هجتم واعمل ليه احنا يعني نهجر احنا متربيين ومحترمين الله و... يعني, <applause> يعني انت من جماعه الهجر الجميل يعني هجر بلا عتاب انت في حالك وانا في حالي طبعا لمده يعني تجيني على الواتساب وتحضري وما تخني شيء ما تقولي له أبو كذا وامك كذا, لا لا كذا لا لا وانت لا لا كذا ابدا ليه؟ والله هو ولا انا ليه؟ بالقصدي على جبار لعب عبد الحليم اه وتذكرت انه هو كيف يخون وتأدينا رقصه بكل حب وتأدين صح انا كل ما قلبي مكسور برقص جبار <applause> آه. جميل يقولون الطباخ اللي يطبخ بالمحلات للناس من رجع بالبيت ما له ما نفس يطبخ لعائلته ولنفسه الراقصه اللي ترقص في المحلات وفي الافراح انت بالبيت ترقصين لزوجك؟ لا طبعا <applause> <applause> ولا مره ولا مره ولا مره انت تطلعين بالكليبات بالمسارح ترقصين للدنيا كلها والله حتى رقصتي وي ويا محمد السالم اغنيه احنا البنات ايوه بالبيت ما ترقصين لزوجك؟ لا ما يطلب منك؟ لا ولا مرة لفة كده بالهول يعني مش كفاية انا بم... رايح جاي قدامه اها يعني ولا مرة رقصتي لزوجتي مش كفاية الحلاوة رايح جاي قدامه مش عجب، قال ليش هو الزوج؟ ليه نرقص؟ أنا برقص للجمهور وزوجتي اللي هو عشان هرقص له ليه؟ قال ليش متزوجة؟ شو يسوي الله الله سؤال منطقي متزوج صفينار نار يعني غير يعني لما متجوز صافي نار فلازم اول ما بيجيبها هيسا على الاقل يعني والله انا عايش في شخصيه يعني دخلني بعرف بس يعني انت ولا مره عايشه شخصيه تانية في البيت مه. اللي على المسرح هيدا على المسرح، مسرح ده تمثيل اه رجليا قدت المسرح دي واحدة تانية ده تمثيل نزلت من مسرح انسى تبعي من واحدة وحتى... اتغيرت تماما من من الرقصات يعجبك رقصها حتى اختم؟ منو؟ من اللي تستمتعين نشوفيها فيها؟ بيني وبينك بعد في في عبده كل عارفين انه انا عاشي كتير في, في عبده هنتكلم في, في قيمة فنية كبيرة أحب في في, في عبده الكبيرة في في عبدو طبعا مهمة فيفي في ومثلت صح لها أدوار مهمة جدا جدا ممثلة خطيرة وقصة و... كل شيء يعرف يضحك يعلق الروح ايوه صحيح تحياتنا لها أين يعني لازم اختم أه كلمة لجمهورك العراقي شلون اوكي الامور جيدة؟ آه كلمة للجمهور العراقي اقول لهم انه جاي لكم قريب جدا جدا آه يعني <applause> انتظروني <applause> <applause> انتظروني اوكي حلوة انتظروني هذه اني اريد اسالك سؤال آه هذا الختام السؤال الاخير اول شيء سعيد بالحوار وياك وانا اشكرك آه هذا السؤال الاخير انا اذا هسه اشغل اغنيه لفنانه اسمها ساجده عبيد اغنيه عراقيه تعرفين تأدين على هاي الاغنيه ترقصين عليها؟ حقرب ضروري نجرب <applause> خليكم ويانا في امان الله